إذن هنا مصادر الفعل الخماسي. طبعا الفعل الخماسي إما أن يكون مبدوءا بتاء زائدة، بتاء زائدة، وإما أن يكون مبدوء بألف وصل. بألف وصل. طيب، طب لو كان مبدوء بتاء زائدة فالمصدر منه فقط على وزن الماضي، يعني نفس الفعل الماضي ولكن فقط ضم ما قبل الآخر. إذن هنا يأتي طبعا مصدر منه على وزن الماضي، يعني مثل الفعل الماضي مثل على ما هو فقط مع ضم ما قبل آخره. بمعنى يعني مثلا نقول تقدم، الفعل انظروا تقدم، انظروا الفعل طبعا تقدم فعل خماسي مبدوء بتاء زائدة، ماذا نفعل فيه؟ نكتب نفس الفعل اهو تقدم اهو، ماذا نفعل؟ فقط نضم ما قبل الآخر، فكنا تقدم بهذه الطريقة، لأنه طبعا خماسي مبدوء ماذا؟ مبدوء بتاء زائدة. أو مثلا انظروا مثلا تدحرج، تدحرج هو طبعا خماسي مبدوء بتاء زائدة. إذا هنا المصدر منه نفس فعل الماضي، أهو على وزن الفعل الماضي أهو، فقط نضم ما قبل الآخر، فكنا تدحرج. طبعا نقول تدحرج 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 حسب الإعراب. أو مثلا مثل مثلا تشارك، أيضا خماسي، تشارك أيضا خماسي، طبعا مبدوء بتاء زائدة، فنقول ماذا؟ تشارك ضم ما قبل الآخر. طيب لو نلاحظ أننا أتينا بوزن تفعل وبوزن تدحرج تفعلل وبوزن تفاعل. طيب المهم أنه خماسي مبدوء بتاء زائدة. طيب لو كان مبدوءا بألف وصل، لو كان يعني خماسي مبدوء بألف وصل، ماذا نفعل؟ أولا رقم واحد نكسر الحرف الثالث، يعني هو على وزن الماضي لا مشكلة في هذا، إذا نكسر هنا الحرف ماذا؟ الثالث. زيادة ألف قبل آخر، قبل آخر، بمعنى يعني مثلا انكسر، طبعا هو خماسي مبدوء بألف وصل، هنا انكسر، إذا هنا نقول ماذا؟ ماذا نفعل؟ أهو نفس الفعل الماضي أهو انكسر، ماذا نفعل؟ أولا نكسر الحرف الثالث، واحد اثنان ثلاثة، الكاف ثالثة، نكسر الحرف الثالث ونزيد ألفا ما قبل الآخر، فنقول انكسار، انكسر ماذا؟ انكسار. مثلا اختصم، انظروا خماسي ماذا نفعل؟ نقول اختصار، أو كسرنا الحرف الثالث ووضعنا ألف ما قبل الآخر، فنقول ماذا؟ اختصار. مثلا احمر، احمر طبعا هو خماسي لأن الراء مشددة، فماذا نقول؟ احمي، كسر الحرف الثالث وطبعا نفك الادغام لكي نضع الألف، فنقول احمرار. هكذا نلاحظ أن انكسر على وزن فعل، واختصم على وزن افتعل، واحمر على وزن فعل.